اليوم كما راكم تشوفوا هذه التظاهره كانت جد حفيه، كانت ما شاء الله كانوا انواع وانواع تاع الاطباق تاع الكسكس، لخاطرش هذه الطبعه الخامسه للكسكس. احنا الهدف تاعنا هو اصول الطبخ الجزائري والكسكس الجزائري الاصيل، يعني بطبيعته كامل، يعني بكاع طبوعه دزاير وهرن كاع كامل 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 كاع الولايات. اليوم حاولنا باش قدر المستطاع باش نلموا ونديروا اكبر عدد من الاطباق. ما شاء الله الحمد لله كان نجم المسابقه كان اكبر طبق تاع سفه كسكس بانواعه. بالنسبه هنا عندنا في ولايه الشيف يعتبر هو طبق تقليدي شعبي من القدم. احنا الهدف تاعنا باش نحيوه هذا الطبق، ما نخلوش يندثر، نحيوه. والله لاحظنا بالنسبه للمتربصين هنا داروا المجهود تاعهم ونوعوا في الاطباق وفي المراقي وما شاء الله